طب خليني اسال هاني، لو قلنا افتراض، يعني افتراض جدلي، ان المجلس اللي بيدير شؤون كره القدم ان هو قرر ان هو يستغني عن خدمات خوان كارلوس اوسوريو ويستبدله بمدير فني مصري، رايك ايه في اسم كابتن حسام حسن؟ طيب خلينا اقول لحضرتك ان يعني اولا اوزيريو لو احنا قارنا بين النتائج اللي من ساعه ما المدير الفني جه والنتائج اللي قبل كده في نادي الزمالك، هنلاقي ان اوزيريو عامل نجاحات مقارنه بالنتائج اللي حصلت في نادي الزمالك منذ يناير حتى تولي اوزيريو المسؤوليه. على صعيد الارقام. على صعيد الارقام لان الموسم انتهى اكلينيكيا بالنسبه لنادي الزمالك، انت جاي مدير فني خسران كل حاجه، خسران نفسيه اللعيبه، خسران كل حاجه، متفق معاه ان هو هيكمل موسم تاني وبالتالي لازم يجرب مين من اللعيبه اللي موجوده حاليا هيتوافق مع الخطه الفنيه بتاعته عشان يقدر يشوف احتياجاته بناء على اتفاقه. الكابتن حسام حسن خد تجارب كتير جدا في الكره المصريه، محتاج يعمل ابديت، يعني كل المشاكل، كل اللعيبه اللي تواصلنا معاهم سواء في التجارب اللي خاضها الكابتن حسام في الفتره الاخيره في الاتحاد في المصري، كان عنده مشكله في التعامل النفسي مع اللعيبه، ودي الميزه اللي كانت بتميز الكابتن حسام مع اجيال سابقه اللي خلته دخل عالم التدريب، كان هو بيجيد التعامل النفسي. مع تغير الاوقات بقى والسوشيال ميديا والناس بقت منفتحه على الدوريات الاوروبيه المختلفه، بقى في كلاش دايما ما بين الكابتن حسام واي فرقه بيدربها سواء مسؤولين او لاعبين، فبالتالي وجود الكابتن حسام حسن مع نادي الزمالك لن يمثل اي نجاحات، تبقى فتره مؤقته، لو نجح حتى تبقى نجح في فتره مؤقته لكنه لن يستمر للنهايه. الزمالك عنده ازمه زي ما استاذ احمد ذكر ان عنده البطوله العربيه، اولا هيقفل هيخرج مضطر يكمل باللعيبه اللي موجوده عنده في البطوله العربيه لان موضوع فتح القيد وقفل القيد ده لسه. لا كان في خبر معانا ان الرابطه هتضغط المباريات، اعتقد ما دام الرابطه يعني قررت ان هي تضغط المباريات صعب عليه، هو مش هيقدر اصل فتح القيد ده نظام عالمي، ما يقدرش يفتح قيد للزمالك وللاهلي لا والاسماعيلي لا، لازم يفتح لانديه الدوري كلها، لان في تمام دلوقتي الزمالك مثلا هيبيع اي لعيب من عنده هيبيعه لمين؟ ايوه ما هو القيد يعني هيفتح لما الدوري يخلص. هو طيب ما هو هيفتح لكل الانديه بس هو في مشكله، بس الوقت جاي القيد شروط القيد بتفتح على فترتين مع اللعيبه كلها، ده فقط على التسجيل قد محلي البطوله مش مرتبطه فشروط القيد بيكون على فترتين بتقيد بتقيد في الموسم الجديد. طب خلينا نسمع استاذ احمد قول معلش تاني. شروط القيد بتقيد في الموسم الجديد اللاعبين القدامى، بمعنى فترة أولى بتقيد فيها اللاعبين المسجلين معاك من الموسم المنتهي. تمام. والفترة التانية بتضيف إليهم اللاعبين الجدد. فإذا الزمالك عنده مشكلة حتى لو القيد تم فتحه في بداية شهر، يعني في منتصف سبعة زي ما بيتقال، هو تقريبا 20/7 أو 25/7، ما هو المفروض إن الدوري ينتهي 25/7. هم لو فتحوا هيضغطوا هيبقى 20/7 ماشي، ما هو الزمالك هيفتح برضه هيبقى فاتح الفترة الأولى، بس من حقك تسجل الفترة الأولى. اللاعبين هيبقى اللي هم مين اللعيبة دول؟ اللي هم المسجلين من الموسم الماضي. هم مين اللي هم بيلعبوا؟ اللي هم الموجودين في الفريق الحالي. أي لاعبين جدد باستثناء المعارين مش أقل من 15 يوم. يعني لا أنا دي مش فاهمة، يعني إزاي لعيب بيلعب ومش مسجل؟ لا ما هو مسجل بس هيتسجل، أنا عايزه للسنة الجاية معايا. هسجله. دي يعني اي لعيب جديد ما ينفعش يتسجل في الفتره الاولى. لا طب الفتره الثانيه بتبدا من امتى؟ بتبقى 15 يوم التاليه، يعني الخمس ايام اللي الرابطه قدمتهم مش هيفيدوا الزمالك ولا اي حاجه، هيفيدوا في حاله واحده اللي هو يقدر يستفيد بالمعارين ويعني. اللي هو محمود علاء، يوسف اوباما، حمدي علاء، اسامه فيصل مثلا، دولت اللي هم على قائمه المعارين. ما هم يوسف بس في نقطه برضو ممكن يدوم السماح في الحته دي، يعني هو يقيد لك لعيبه الفتره الثانيه بس الوقت ده يكون لازم نادي الزمالك مخلص مع اللعيبه الجديده بوعودها مع انديتها بكل حاجه، بحيث يعني هو يعني ينفع ده السماح بس ده بس ده ممكن لو عمل كده يعني، بس ده صعب قوي يعني. مين اللي هيسمح؟ الرابطه. طب ما هو اوكي، ما هو الرابطه قلبها مع الزمالك يعني عشان البطوله العربيه. لا الفتره ما بين بس تصريحات وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، هي الرابطه على فكره مش هي المسؤوله، المنوطه بالقصه دي اتحاد الكوره، مش الرابطه. المنوط بالقيد والتسجيل هي اتحاد الكوره. وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي كان ليه تصريحات ان هو يصعب ان الزمالك ان نفتح باب القيد زي ما الاستاذ هاني قال. ان ده نظام عالمي
فلازم عشان يفتح لكل الأندية. هل كل أندية الدوري في مصر هتوافق؟ ما هو مش هيفتح الزمالك بمفرده، هل كل أندية الدوري في مصر دي نقطة مهمة هتوافق إن أنا هتفتح لي باب القيد من دلوقتي؟ يعني معنى ذلك هو فقط الزمالك ممكن يستفيد فقط من اللعيبة المعارضة لو في نية لعودته. هو بالفعل في نية لعودة محمود علاء وحمدي علاء. محمود علاء دولة الأقرب للعودة. يوسف, يوسف أوباما ما زال معلق موقفه، لأن يوسف أوباما الحزم عنده عنده أوبشن إن هو يعني يجدد يشتريه اللي هو في بند الشراء. أنا وهو الاتجاه ان هو هيبقوا عليه في الحزم. فدي الأزمة الفنية اللي هتواجه الزمالك. انت عندك مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة دي لازم تمشي. اللعيبة اللي موجودة حاليا دي لا تصلح لارتداء قميص نادي الزمالك، خلينا نكون واقعيين. فبالتالي انت لازم تبلغ اللعيبة دي قبل انتهاء الموسم بوقت كافي ب 15 يوم كمل معايا عشان ما يرجعش برضو يرفع عليك قضية في الفيفا فياخد عقده كامل، خصوصا اللعيبة الأجانب. طب انت هتتعاقد مع محترفين، طب الاسماعيلي هيكون لسه بيلعب وامبي وكل الانديه الدوري الممتاز، طب مين النادي اللي هيسمح لك يسيب لاعب من عنده؟ طب لو اتحاد الكره فتح لك السيستم هل هيسمح لنادي زي نادي امبي مثلا؟ هو اتحاد الكره مش هيسمح الا بعد ما الدوري هو الدوري ينتهي. انا برضو عندي اشكاليه ثانيه اللي هي اشكاليه اللي انا عايز لعيبه فعلا، لعيبه جداد اخدهم من الضرع على النار، اخدهم من اسجلهم عشان اوديهم البطوله العربيه. طب انا في لعيب بيجي على طول بيخش مسابقه رسميه او يلعب مسابقات وعايز منه انتاج، وبعدين كده الاهلي اعتذر. ما هو برضه دي حاجه برضه غريبه شويه، ان انا انا محتاج لعيب يخش معايا فتره اعداد مثلا عشان ينسجم مع الفرقه. انا باخده من مكان اوديه مكان في بطوله رسميه وعايز منه انتاج، طب ازاي هعمل ده وانا اصلا في اللعيبه اللي موجوده مش عارف هو لعيبه بينهم انسجام، فادخل عنصر جديد عليهم عشان ازود الانتاجيه، فمش هلاقي طبعا. لان اي لعيب محترف بياخد وقت. اشرف بن شرقي في الجزيره اربع اهداف، جاب اربع اهداف في الموسم، يمكن هو اكثر مراوغه في الدوري الاماراتي، بس انتاجه الفني كهجوم كهداف. بالنسبه لاهداف او صناعه قليل جدا، لانه طلع من دوري على دوري، طلع من مكان على مكان، لاختلافات الاجواء بياخد وقت عشان يتاقلم. حتى اللعيبه كمان اللي هم نجوم وبرده في النادي الاهلي، انا لو جبت وقت يعني. جبت احسن محترف في الدوري اي دوري يعني اي بدون ذكر اي دوري، جبت الزمالك عشان يشارك معاه في البطوله العربيه، هل انتظر منه انتاجيه في مباراه او مباراتين او ثلاثه؟ ما هو لازم الكره دي كره جماعيه، مش كره لعيب يعني لعيب فرد اللي يجيب له بطوله. انا اجيب محترف عشان يجيب له بطوله صعب جدا، لازم يخش جوه المجموعه. يخش جوه المجموعه ده يعني لازم يبدا فتره اعداد بوجود العناصر الجديده. التفكير زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا جايب اوسوريو ده بناء عليه، هل عندي مشروع؟ لو ما عنديش مشروع وجايبه عشان خاطر بقول ان انا جايب مدير فني اجنبي، لا، يبقى الاداره هي المسؤوله عن وجود الراجل ده. لو انا عايز اعمل مشروع يبقى لازم اقعد مع المدرب واشوف اللي كان بيدربه، واشوف ليه كمان ماتشات، واشوف هو بيعمل ايه، عشان برضه عبد الله هو اعتقد يعني ليه فيه كبير جدا، هو فيه كل حاجه. بس أعتقد كان أنا هو ماسك من تدريب منتخب المكسيكي، جايبه مع فريق من اول 2023 من اول السنه ما فاز، يعني عنده مشكله كبيره جدا في الاداء بتاعه مع فريرا. المنحنى نزل مره واحده مع فريرا بشكل كبير جدا، ولا عارف انت دايما في الكوره بيقولوا دايما الفوز بيجيب فوز، حتى لو مستواك وحش الفوز بيجيب فوز، انما الزمالك نزل مره واحده، المنحنى بتاعه نزل مره واحده وما قامش تاني.